الفيضانات مشاهدينا هي ألد أعدائنا كبشر حقيقة من بين كل الكوارث الطبيعية، وهي الأكثر شيوعا. أكثر من ملياري إنسان تأثروا بالفيضانات، بين قتلى ومشردين ومتضررين بين عام 1998 وعام 2017، وهذا بحسب منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. للفيضانات مشاهدينا قدرة تدميرية هائلة، بإمكانها ابتلاع مدن بأكملها، التسبب بأضرار كارثية لمن يعيشون في سهول فيضية أو مباني غير مقاومة للفيضانات. الأمم المتحدة تصنف الفيضانات في ثلاثة أنواع شائعة. ما هي؟ الفيضانات المفاجئة، تكون ناجمة عن أمطار غزيرة ترفع مستوى المياه بسرعة. هناك فيضانات الأنهار، وتنجم عن تسارع كميات الأمطار أو ذوبان الثلوج، فيتجاوز النهر مجراه المعتاد ويدمر أراضي واسعة على جانبيه. ثالثها الفيضانات الساحلية، تكون ناجمة عن العواصف المرتبطة بالأعاصير المدارية وأيضا تسونامي. تخيلوا مشاهدينا أن 80 إلى 90% من جميع الكوارث الطبيعية الموثقة خلال الأعوام العشرة الماضية جاءت نتيجة الفيضانات والجفاف والأعاصير المدارية. أما توقعات الخبراء فتنبئ بمزيد من هذه الفيضانات وبتزايد في شدتها بسبب التغيرات التي تعصف بالمناخ.